اهلا بكم بقناه مروان جاني. اليوم بدنا نقدم قهوه العصير مع المشتريات تبعتي وتحضيراتي لرمضان. كل عام وانتم بخير. قهوه العصر نسويها سوا مع مشتريات اليوم ان شاء الله. نعمل قهوتنا اسا عشان نرتب الاغراض. هاي ضويناها اسا بدنا نعمل القهوة، وهون انا وجوزي فقعنا علي ضحك مع الاسف انه الكهرباء ما كانتش موصلة. استنيت تصير هون خضرة وبعمل القهوة تبعتي. يا ترى خضرة نعمل قهوتنا بكل بساطة. هيك الحليب هاي قبل احطها لاتيه موكا موتشياتو لاتي موتشياتو. واحلى قهوه هون السكر تبعها انت بتحددي، بدك سكر بدكيش سكر. هو طعمة امك، الان بفضل اني ما احطش سكر. هاي قهوتي صارت جاهزة عشان نضبط الاغراض اللي اشتريناها. هاي المشتريات اللي اشتريتها اليوم تحضير لرمضان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. في اشي لرمضان وفي اشي يعني لاستعمالي اسا قبل رمضان. اسا بنشوف مع سوا. اول اشي بدنا نبلش بهالاغراض هدول. يعني الاغراض جبتين عشان اعمل ايس كريم، اعمل اشي طيب فيه بالاوريو. بكرة بنتفرج عليه مع سوا. هاي واحد. هاي انواع بافل هيك ويفل مع القهوة. عندك بتعمل شوكولاتة، هذا بتعمل ليمون، وهذا كمان ويفل بتعمل الشوكولاتة رفيع عشان له استعمال خاص بعدين. بدي استعمل الاشياء كايك لل عجينة رقيقة بدي اياها. الشبك اللي عندي اخمل من هذا، جبت واحد ارفع منه. وهنا كمان استعمالات للكعك، انواع شوكولاتة. كمان انواع شوكولاتة. انواع عديدة من الشوكولاتة عشان نعمل كعك. هاي عنا وراء الرز، هاي بكره بنشوف شو بدنا نسوي فيها مع سوا. رايس بيبر مكتوب عليها وراء الرز. هون جبنا همبرجر خالص، هاي لأكلة سريعة بكونش فاضي اعمل اكل، جبناها. هذا شريمز كونا بدنا نعمل فيه اكل طيب ان شاء الله. هذا كمان شريمز كونا، كمان بدنا نعمل منه اكل طيب ان شاء الله مع بعض. النخلة هاي اللي بنشربها دائما الصبحيات مع هيل.
نقدرش. رز، رز ياسمين، رز الحبة المطابلة، وهاي الحبة المدعبلة للحشي منيحة، وهذا نودلز الرز، وهذا هون عنا كورن فلاور، وهاي لسان العصفور، لسان العصفور كمان. رز مخصوص للسوشي، بدنا نعمل مع بعض سوشي ان شاء الله. الورق اللي بدنا نلف فيه ورق السوشي، هذا ورق السوشي، وهي الحصيله تبعتها. طبعا عندنا مايونيز، زيت، والطحينه تبعتنا، وهي انواع المعكرونات اللي اخذتها، اخذت من هاي النوع بريلا، وخدت كمان الفراشي. لا والله المفروض يكون عندي فراشي هنا، يلا مش مهم، من هذا النوع. وخدت السباجيت العادي، وهذا كنلوني، كنلوني نعمل مع البانكيك كمان سيروب للبانكيك. احنا قاعدين المنار، شوية كذا بطيخ، واحنا قاعدين هيك نتقرمش، شوية هيك اشياء بس يجوا الاحفاد يلاقوا اشي ياكلوه يتسلوا عليه، اشي طيب غير تعملوا التيتا. وهاي اصابع مالحة كمان، مش كله حلو، مع انه كمان هواية الواحد يعمله بالبيت، بس فضلت انه اشتريها خالصة محمصة كمان. هاي كمان للنقرشة مش للطبخ، هاي زي ما بتاكل الفستق، زي ما بتاكل ال اي اشي للتسالي، هاي كمان تتحمص تتاكل هيك نقرشة. وعندنا هون جبنة مبروشة عشان إذا احتاجنا يكون عندي مال، بيشبه الأكتمال للهضم. هون طعم الشوكولاتة، وهاي سادة بيضة، وهاي أخذتها كمان عشان التزيين. زبدة، شوكولاتة، شوكولاتة سودا، كان عليهن تنزيلات، كله عن عليه تنزيلات. كريمية بدنا نستعملها ونشوف كيف. وهذا كمان نوع جبنة كريمية، وعندنا هون كاتشوف كمان نوع جبنة، هاي للحاويات بستعملها، قطايف إذا بدي أعمل قطايف، إذا بدي أعمل النمورة أو عش البلبل، مش بالمكسرات، بالجبنة، إيش ما بدنا. عند مصر، بمصر بيقولوا له عسل أسود على ما أظن إذا مش غلطاني، هذا رب الخروب، مستخلص الخروب يعني، آيس كريم. حط الايس كريم بس. هاي من هاي اخذنا اربعة لانه كان عليها تنزيلات، كمان نوع عجينة محشية بالشوكولاتة كتير طيبة، ممكن استغلها واعمل شيكاكة منهن كمان. اربعة سعر خاص. طبعا هاي الاشياء اللي فرجيتها للحلويات مش لا يعني مش كله قصة بدنا نعمله. هذا المهم عندي هاي شقة اللحمة أخذتها كمان بطحنها بالبيت، أنا بطحنها بالبيت عندي، بحبش يطحنوا لي إياها، بقسم منها قد بدي وبطحنها قد بدي. هاي كمان صدور الدجاج هنا أخذت 3 كيلو عشان نمشي حالنا، هدول مش لرمضان، هدول لوقت الحامي عشان نمشي حالنا لشهر. هذا
زوانح هنا. انا بحب اعمل زوانح بالفرن، بحب اعملها زي ما فرجيتكم هذيك المره بالمقلة مع التتبيلة الخاصة تبعتي اللي بحبها كتير، اللي هي عسل وثوم وزنجبيل كتير وصويا صوص، كتير طيبة بحب اعملها فيها. كمان زي ما قالوا جماعتنا المصريين مسامير، لا ايش بسموها؟ دبابيس، مش مسامير. كمان هذا مش لرمضان، هذا للاستمرار من هون ليجي رمضان. في شروي يعني بعد كمان شروي قبل رمضان بيوم يومين، بعد بيوم يومين. المهم انه هذول اسر الاستعمال الحالي. اخذت شوية طماطم هيك احتياجنا اليومي هذا، شوية مشروم بورتوبيلي، هاي عشان السلطة بحبها كتير بالسلطة أنا هاي. كمان هاي كمان للسلطة بستعملها، شوية خيار كمان، طبعا خستي كمان للسلطة. نديك الرومي من صنع، نديك الرومي لحمة باردة بسترامة. للتنظيف عنا فارسيل، عنا هاي الاسفنجي للجلي كمان، طبعا دوا اسنان، وهاي كمان معطر لشائمتكم لبيت الراحة، هذا ديدوران لجوزي ريكسونا كمان. كمان لتنظيف الفرن، هذا كمان للتنظيف فيه خال ريحته معطره جدا كثير منيح، كمان للتنظيف حمامات كل شيء ممكن تنظف فيه لانه فيه خال كثير منيح. كمان نزلان شامبو اخذنا، هذا معطر للأواعي، مش للأواعي بس يعني للمفروشات لكل إشي، إيرويك معروف. صابون للجسم بستعمله للجسم، هذا عنا بستعمله للجسم، أخذت منه ثلاثة. وأخيرا هذا الورق المطبخ لا غنى عنه، الواحد كتير إله استعمال بالمطبخ طبعا. وهيك خلصنا مشترياتنا، ويعطيني العافية تعبت والله. طيب إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك اشتراك كومنت، وإذا في عندكم أي سؤال بتحبوا تسألوني إياه أنا بالخدمة.